Bienvenue, mes chers élèves de cinquième année primaire. اليوم راح نشوفوا مجموعة كلمات تتعلق بالتعبير الكتابي. يعني الكلمات هذو لازم تلاميذ تاع السنة الخامسة يحفظوهم. لماذا؟ لأن اللغة أجنبية وصعب يعني باش يتحصلوا على فقرة بدون حفظ كلمات. Donc la description عندهم في البروجي 1 عندهم la description تاع les animaux que ce soit sauvage ou la domestique. هذه la description n'est pas toujours évidente. C'est pour cela que vous deviez maîtriser un certain nombre de mots, surtout le vocabulaire. Aujourd'hui et la conjugaison aussi. Aujourd'hui, je vous propose une liste de mots qui vous aidera à décrire un animal. Alors, صعب جدا انه التلميذ يكتب فقره بدون ما يحفظ كلمات. اليوم راح نقترح عليكم مجموعه كلمات لازم يحفظوا، يعني ماشي كامل ولكن يعني اغلبيه الكلمات المقترحه. هكذا يقدروا يكتبوا فقره وحدهم يعني بدون مساعده. عندنا القائمه الاولى تخص لي زانيمو. قلنا لي زانيمو يعني سوفاج ولا دوميستيك. لا غازيل الغزاله، لو سانج القرد، لو فلامون روز النحام الوردي، لورس الدب، لو بيروكي الببغاء، لا جيراف الزرافه، لو شيان الكلب، لا بونتير روز الفهد الوردي، لو شا القط، لو شامو عندنا لو شامو اللي عنده دو بوس، وعندنا ايضا لو دروماديير اللي عنده اون سول بوس، يعني كاين اللي عنده حدبه واحده لا سنم، وكاين اللي عنده حدبتين. اللي عنده اثنين نسموه لو شامو، واللي عنده واحده نسموه لو دروماديير. عندنا لو ليزار السحليه، لو سكوربيون العقرب، لو تيغر النمر، لو فنك الفنك، لو غنار الثعلب، لو ليون الأسد، ليليفون الفيل، لو لو الذئب، لو كروكوديل التمساح، لو زابغ الحصان الوحشي أو الحمار الوحشي. ألو عندنا هنا هذو الكلمات يعني بعد بحث في الكتاب المدرسي لقيت أنه هذو الحيوانات كامل مذكورين في الكتاب، يعني نتوقع يعني أي حيوان راح يكون في الامتحان من هذه القائمة. نروح الآن لقائمة الصفات اللي هما ليزاجيكتيف. عندنا غران عكسها بوتي، كبير وعكسها صغير، سوفاج متوحش عكسها دوميستيك أليف، عندنا رابيد سريع، كارنيفور أكلات اللحوم عكسها herbivore أكلات الأعشاب. وعندنا فيما يخص الحيوانات اللي يأكلوا اللحوم وفي نفس الوقت يأكلوا الأعشاب نسموهم omnivore، يعني كالش، حيوان كالش. pardon. عندنا pointu حادة، long طويلة، penché مائلة، فراجيل يعني ديليكات حساس، هذه شفناهم في النص تاع لا غازيل. نوكتورن يعني ليلي عكسها ديورن يعني في النهار يخرج في النهار، زائد بالاضافه انه قلنا لي كولور سون دي زاجيكتيف، جميع الالوان هي صفات. احنا نشوفوا لهنا نتعلموا أغلبية الألوان اللي نلقاوها في الحيوانات. واش نلقاو؟ مثلا نلقاو بران، نلقاو مارون بني، نلقاو مارون بلي غيور نوار، يعني بني ذات خطوط سوداء. عندنا كاين ثاني افيك دي تاش بواسطة نقط أو بقع إلى آخره. عندنا مارون كلير. نروحوا الان لي مومبر دو كور، لازمنا نتعرفوا على اعضاء الجسم. اعضاء الجسم واش هي؟ لا كو الذيل، لو ميزو اللي هو الفم، لي بات الاطراف، لي زوري الاذنين، لي ديفونس
يعني الأسنان تاع الأنياب تاع الفيل، هذه خاصة بالفيل. لا ترومب الخرطوم أيضا خاص بالفيل. لي كروك، لي ماشوار، لا فوغور. هنا لي ماشوار يعني الأسنان ولا الفكين، لا فوغور الفرو، لا تاي، لا بوس. لا بوس هي الحدبة، هذه خاصة بالجمل ولا بلو دروماديير ولا لو شامو. لا تيت الرأس، لي كورن القرون، لو فرون الجبهة، لو بواتراي الصدر، لا كرينيير هذه لا كرينيير خاصة بالأسد، وجه الأسد محاط بلا كرينيير. لو كو لو كو الرقبة، لي بلوم يعني الريش، وعندنا لو فونتر اللي هو الصدر. نروح الآن إلى مجموعة الأفعال اللي نحتاجوها كثيرا في النص. نستعمل سونوغي يعني مونجي يأكل يتغذى، ولا أفالي هذو نفس المعاني. سونوغير مونجي أفالي يعني يأكل أو يتغذى أو يلتهم. كوغير يجري، غومبي يزحف، صوتي يقفز، شاسي يصطاد، أبيتي يسكن أو فيفغ يعيش. هنا يا أبيتي إي فيفغ هذو الفعلين يعني ضروريين جدا مع أتخ إي أفواغ، هذو الأربعة الأخيرين ضروريين جدا تلاميذ السنة الخامسة لأنهم يستعملوهم في التعبير الكتابي. نروحوا لليو الأماكن اللي يعيشوا فيها الحيوانات. عندنا لا فوغي يعني الغابة، لو ديزير الصحراء ولا لو صحراء كيف كيف. لي زارب هنا كي نقولوا لا فوغي ولا دون لي زارب يعني كيف كيف في الغابات أو بين الأشجار، ولا نقولوا لو ديزير ولا لو صحراء الصحراء أو الصحراء ولا لو ديزير. عندنا لو تيغيي، لو تيغيي كاين بعض الحيوانات يحفروا ويعيشوا في الجحر يعني لو تيغيي. لا مير في البحر، لا بونكيز انا في الثلوج، فلوف في الانهار، لا ريفيير ولا الواد في الواد، لو ايضا الماء او لا ريفيير او الواد كيف كيف، سو سول تحت الارض الى اخره. avec l'homme بالنسبة للحيوانات اللي أليفة نقولوا avec l'homme. كما نقدروا نعددوا بعض الأماكن كما الاستابل الاستابل، كما الطيور le poulailler etc. dans le champ dans le jardin. نروح الآن لا نوريتور بالنسبة للتغذية. رايحين كاين حيوانات تتغذى على الفواكه لي فخوي، كاين اللي تتغذى على لا فيوند، كاين اللي تتغذى على لي زيرب الحشائش، تتغذى فواكه أو لحوم أو حشائش ولا نباتات. عندنا لي زانسيكت كاين اللي تتغذى على الحشرات، كاين اللي تأكل لي فوي دارب إكسيتيرا. يعني كل حيوان يتغذى على حسب المنطقة اللي يعيش فيها. الآن باش نكتبوا فقرة لازمنا مجموعة أسئلة. السؤال الأول ولا قبل ما نطرح السؤال راحين نديروا لا ديفينيسيون دو لانيمال. أول شيء هو تعريف الحيوانات. تعريف الحيوان راحين نستخدمه اسم الحيوان، le nom de l'animal، موراها le verbe être au présent. هنا راح نستعملوه à la troisième personne، ça dépend le sujet اللي راح نتهضروا عليه. يعني اذا كان مؤنث راح نستعمل ال، اذا كان مذكر راح نستعمل il. زائد لاجيكتيف هنا يا الصفة في التعريف راحين فقط نذكره هل هو متوحش أو أليف. الآن بعد ما نشرح راح ندير لكم مثال، نعطيكم مثال. نروحوا السؤال الثاني
où vit-il ou là où habite-t-il يعني أين يسكن ولا أين يعيش. هنا باش نتفاداو التكرار ما رايحينش نعاودو اسم الحيوان، قلنا نعوضوه بإيل أو آل حسب السوجي. نقولو إيل أبيت، نصرفوه أو بخيزون، راح نحذف أو آر نحط أو، إيل أبيت ولا إيل في، إيل في ولا آل في. نقولو اسم المكان يعني زائد لو ليو أين يعيش. Il habite dans la forêt ou là il habite dans le désert ou là il vit à la mer à la banquise etc. حسب الوسط اللي يعيش فيه. نروحو la nourriture يعني الغذاء تاعو على ماذا يتغدى. alors هنايا la nourriture راح نستعملو الضمير il se nourrit. il se nourrit ولا il mange ولا il avale. قلنا هذو الكلمات هي مرادفة. يتغذى على se nourrit moraha de il se nourrit de viande مثلا ياكل اللحوم او ياكل les herbes الحشائش. نذكروا الاكل اللي يعيش منه هذاك الحيوان. نروحوا هنايا صاي هنا قلنا la nourriture. نروحوا الوصف وصف الحيوان يعني وشنو هما الاعضاء اللي عنده يتميز بها. يعني ما نذكروش كل الصفات فقط، نذكروش كاع الاعضاء فقط المميزه يعني له. مثلا اذا هضرنا على الفيل الاعضاء المميزه له عنده لي ديفونس ديفوار، عنده انياب عاجيه يمتاز بالانياب العاجيه، ويمتاز ايضا بلا ترومب اون لونغ ترومب طويله خرطوم طويل، وعنده ثاني دو غروس بات اطراف ضخمة. هذه هي المميزات. كما شفنا في لاغازيل مميزات تاعها عندها دو غون زيو، عندها دي بوتيت كورن يعني قرون صغيرة، اي دي بات فين واطراف رقيقة. هذا هو الان راح نستعملو مع لي مومبر دو كور، نستعملو لو فيرب افوار لأنه نقولو عنده. هنا عنده تساوي possède، نقدر نقول il possède il possède ولا il a عنده ولا يمتلك. ونقولو les corps ولا les parties de son corps اللي يتميز فقط بها. الآن نروحو نشوفو فقرة مع بعض، راح نكتبو على الأسد ونتبعوا الخطوات هذو اللي ذكرناهم. بيان سور بداية التعريف نخلي فراغ، نبدأ بلا ماجيسكول كما العادة، أيضا صلب الموضوع نخلي فراغ ونكتب بلا ماجيسكول، بعد كل نقطة نحط لا ماجيسكول، وفي الختام نمدو صفة يمتاز بها هذاك الحيوان اللي تعرفنا إليه ولا تكلمنا عليه وصفناه. إذا تكلمنا مثلا على لو ليون الأسد، رايحين نعرفو أولا أول جملة قلنا نعطو لا ديفينيسيون التعريف، نخلي بياض نخلي لسباس بلون ولا لا لينيا، ونكتب التعريف تاع الأسد. لو ليون الأسد هو حيوان متوحش، حيوان قلنا نقولو انيمال متوحش سوفاج، ونستخدمو الفاعل لو فيرب اتر او بريزون. اذا نقول لو ليون نبدا بالماجيسكول، لو ليون ايت ان انيمال سوفاج حيوان متوحش نقطه. الآن راح نعطي بعض المعلومات عليه. قلنا ويسكي لابيت، نهضرو على المسكن تاعو ولا ويسكي في، ما نعاودش لو ليون، راح نستخدم نعوضها بإيل. لو ليون هو اسم مذكر سي ان نو ماسكولان سانغولي، دونك جو رومبلاس لو ليون بار لو برونون بيرسونيل إيل دو سانغولي. أين يعيش؟ نقولو
il habite ou là il vit qui m'a l'habbo fait zouj ça s'arrête le verbe au présent il habite dans aina fi la savane en effet rabat dans la savane fi el rabat il انا ما نكتبهاش ماجوسكول لانه راح نكملوا الفقره فاصله il se nourrit عفوا هنا نحطوا نقطه هنا نبداو ماجوسكول il se nourrit de viande مادام يتغدى على اللحوم نقولوا il est carnivore il est carnivore هو حيوان لحمي ولا من أكلات اللحوم الآن نروحو لا ديسكريبسيون يعني رايحين نوصفوه ما هي الصفات ولا الأعضاء اللي يمتلكها تختلف عن غيره من الحيوانات نقولو سون بولاج ما نذكروش بزاف اثنين او ثلاثه تكفي لون تاع لو بولاج تاعو اي مارون كلير بني فاتح اللون تاع الجلد تاعو هو بني فاتح واش المميزات اللي عنده عنده اون بيل بون ايل ا اون بيل crinière استعملنا لو فيرب avoir زائد عضو او شيء يمتلكه يتميز به عن باقي الحيوانات اللي هي لا crinière قلنا هي عباره عن يعني هذيك الفرو اللي يحيط بوجهه عنده ثاني ايدي et des dents عنده أسنان قاطعة حادة et des dents tranchantes إلى درجة أنه يتغلب على أضخم الحيوانات نقطة نروح دوكا للخاتمة نعطيو جملة ملخصة نقولو نخلي فراغ le lion et le roi de la forêt الأسد هو ملك الغابة merci de m'avoir écouté abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos